وريناكم الموتور ليسونس هذاك، يعني كيفاش الميسبوان نتاعو، كيفاش البالانسمون نتاعو. جبت الكلاس نتاع كهرباء مازوت، وشنو رايكم البالانسمون نتاعو كيفاش. شوف هنا البالانسمون، هذوما الاثنين هذوما متجهين الفوق، وما اش معناتها بالانسمون باش نعمل على الكاتريام اللي هو هذا، لازم يكونوا هذوما الاثنين. ندور انا نوريكم، شوف نسالك كيفاش ينزل. انا هذا مزوز ولا نقطه تو، هذا يسمى بالانسمون على، وهذوما ولا الفوق الزوز شفتوهم. هذا باش نرجعوا بالانسمون على الكات. شفتك ندور هذاك السيدي اسمه بالانسمون، هذا مزوز كيبدو هكاك مسوين، يبدا الموتور من نقطه الكلاس. شوف السيبابات من هنا يقولوا موتا معش، يعني مش كيما هذا. ما شوفها، شوف كذا كي ندور، شوف السباب اش بيعمل. شفت السباب كي يخرج، هذاك السباب كيش يخدم. ها انت شوفوا هذا اش يعمل. شوف شوف هذا السباب، شوف هكا توا، هذيك تسمى مش بالانسمون، هكا توا تسمى مش بالانسمون. كي تبدا بالانسمون لازم يكون مسويين الزوز. انا شفت هذا مزوز مسويين، وهذه خرجت وهذه خرجت وهذه مستويه. شوف تو الكات بالانسمون والان بالانسمون الفوق مش لوط، هذا بالانسمون لوط اللي هما الكامات زوز لوط، وهذا بالانسمون اللي هو الان البالانسمون تو الفوق. معناتها الزوز هذوما تو واقفين ما يخدموش، مسكرين خاطر الكومبريسيون طالعه. هذوما يحضروا روحهم باش هذوما يخرجوا تو الكومبريسيون، لان الموتور يخدم يخرجوا الكومبريسيون، باش الاخرين يحضروا روحهم باش يعاودوا يهبطوا. شفتها هذاك حكايه ثانيه، معناتها بالانسمون هذاك بالانسمون هذا. شفت البيستون كيش يخدم، هذاك اسمه السيبوب كيش يخدم، هذاك السيبوب كيش يخدم. شوف هكا كيخدم في وسط الموتور، يخدم واحده خارجه واحده داخله، واحده خارجه واحده داخله. فهمنا هذه تو كتعمل هكا كبونسمون هكا ميته، تلقاها لا هذه طالعه ولا هذه هابطه. شفتها بالضبط، يعني ديبي فان شابمون ديمي ادميسيون، عرفتها فان شابمون ديمي ادميسيون. ناكل نو انقلبه تو. هنا وريناكم الكلاس، تو نحاول نوريكم الموتور كيفاش يطلع البيستون، كيفاش تلاقى هو ال ماهر تو يتعلم في الميكانيك. باش نوريكم العملية نتاع البيستون كيفاش تصير، وريناكم العملية نتاع البالونسمون، وتو باش نوريكم العملية نتاع البيستون. البيستون هذايا، شفت البيستون هذايا بيستون، تو هذايا تسمو لوط ماهمش بومور، لازم غارقين. ميل هنا شوي ماهر، ميل الموتور شوي من الكاميرا. فوالا هذوما توا لوطا الزوز، ماهمش بالانسمون، توا ماهيش بومور العملية. يعني وقت وريت لكم بكري بالتورنيفيس يطلع البيستون، يطلع طلع دور هنا لين يطلع هذا. تو بعد هيك شوي هنا فوالا، شوف البيستون توا هذا هبط وهذا طالع. شوف هذا هيك تسمى بومور، توا وريتها هذا البيستون الفوق وهذا البيستون فوق. الان والكات يبدو الفوق، واللي وريت لكم بكري في الكلاس يبدو دو سيباب موتا. يعني دور الكلاس هذاك، تنور في الكلاس هذا، دور هذا دور كذا سهلين مثلا، هذا من دور نزيد حطه هنا حدا البول واحد. أنا هذا يطور البيستون فوق، طلع على البيستون هذا الفوق، طلع على الاخر بومور، طلع بومور حطه هنا، ارجع ارجع ارجع. شفت هذا لازم يكون البيستون على الاخر فوق، وهذه السباب لازم تكون ميته هكاك، يعني هذاك يسموه بالانسمون معناتها ميته. هذه طالعه وهذا ميته، لان لو كان تهبط هذه وهذه طالعه تعوجها، فهمتني؟ تسبب في مشكله، لان هكاك علاش المسبوع يضيع، يقول لك ضاع عليها المسبوع، لان السباب هذيك اللي شفتوها تخرج في كلاس اخر، تتلاقى هي وهذه طالعه تعوجها، خاطر لازم تتلاقى هي وهذه هابطه، اللي طالعه اللي تبدا خارجه من يعني نازله في الكلاس، سباب نازله في الكلاس، لازم تكون تلقى فراغ هنا باش تنزل فيه، اللي هي باش تحل لادميسيون والاشابمون. انا نوريكم تو البالونسمون غادي في الكلاس كيفاش، والبالونسمون هنا في زيد دور دوره كامله هنا خلينا نورمال. والبالونسمون هنا في الموتور كيفاش؟ فوالا هذا شفت هنا تو، هذا يسمى ماهوش بالونسمون، هذا دو بيستون وصلين الفوق، هذا الموتور قاعد كان قاعد يدور يخدم. دور زيد فوالا، شفت هذا؟ هذاك تسمى تو بالونسمون هنا فوق، لقيتهم هذوما بالونسمون، هذه وهذه الان والكات بالونسمون هذوك، فهمتني؟ اظن ان شاء الله فهمتوا العمليه هذه، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع، خاطر برشا ناس ما تعرفش كلمه شنو هو بالونسمون وشنو هو الميزبوان وشنو كذا. هذا حتى في المازوط نجم تعملوا ميزبوان بالدمغ، يعني هذه تحطها الفوق، اما ما عندكش في المشكله في
في المازوت ما عندكش منين تدخل تورنيفيس، لان فما انجكتور وفما الانجكتور مكانه معوج ما تنجمش تدخل حاجه، والبوجي جاي من جنب. يعني لازمك بالسيف عليك تمشي على الريبير نتاع نتاع البولي ولا نتاع الفيبركا ولا نتاع نتاع الفولون موتور ولا حاجه، هذا في المازوت. اما في ليسونس تنجم تنحي كعبه بوجي، تحط تورنيفيس، تحط ترفتل، تحط اللي تحب عليه انت. ان شاء الله نكون افدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.
Thank you.